the forever chemicals. دي مواد ما بتتحللش، يعني موجودة وما بيعرفوش يتخلصوا منها في البيئة وفي الطبيعة. المواد دي موجودة في حاجات كتير حوالينا، موجودة في بعض أنواع الحلل، موجودة في بعض المساحيق الووتر بروف أو المضادة للمياه، موجودة في أي مادة بتذيب الشحوم والدهون، موجودة في حاجات بنمسكها زي الموبايلات والكمبيوترز والأجهزة، موجودة في حاجات كتيرة جدا. مشكلتها أنها لا تتحلل، وده شيء قاتل وقاسي جدا بالنسبة للبيئة وبالنسبة لصحة الإنسان، لأنه حصل أن في دراسات كتيرة أثبتت أنه في علاقة مباشرة بمشاكل صحية بتصيب البشر والمواد التي لا تتحلل. الاسم العلمي للمواد دي هو PFAS، PFAS. كل المحاولات اللي حصلت من الأربعينات لحد دلوقتي كانت إما محاولات فاشلة إن المواد دي مش عارفين نحللها ونخليها تتلاشى، أو إنها مكلفة جدا بالدرجة إن مستحيل يتم استخدام هذه التقنية. الكابوس ده ابتدى يزحزحه قليلا بحث اتنشر في دورية ساينس. البحث ده أثار اهتمام كبير جدا، لأنه يبدو إن دي المرة الأولى اللي العلماء بيقولوا إحنا نقدر نحلل هذه المواد، ودي بشرة سارة جدا للمهتمين بالبيئة والمهتمين بالصحة. الخبر المفرح أكتر إنه دكتور محمد عطية وجزء من المجموعة البحثية اللي اسمها اتكتب في دورية ساينس للنتائج المفرحة، عبر زوم معانا من الولايات المتحدة الأمريكية دكتور محمد عطية صاحب البحث المحترم اللي نشر في دورية ساينس. أهلا بيك يا دكتور. دكتور محمد عطية أهلا بحضرتك. شكرا جدا على الدعوة الكريمة والكلام اللطيف. أنا بس عايز أبدأ بديسكليمر كده، انا جزء من الناس اللي اشتغلت عليه البحث. كان قائده دكتور اسمه ويليام بيكتيل في جامعه نورث وسترن، بس يعني انا سعيد ان انا كنت جزء من المجهود ده. احنا كمان سعداء بوجودك في هذا البحث. دكتور محمد، الاول حاجه الف مبروك، دي مبروك كده واجبه ليك ولكل الفريق العامل اللي معاك. شكرا جدا. زي ما حضرتك وضحتي ان المركبات دي عاملة يعني قلق ودوشة كبيرة جدا بره، خصوصا في أمريكا وفي أوروبا، لأن احنا بدأنا نكتشفها موجودة في كل حاجة حوالينا. يعني حضرتك أشرتي لمجموعة من الأماكن اللي الناس ممكن يبقى في كونتاكت بينها وبين الملوثات دي، لكن الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة بشكل كبير بسبب ان احنا بدأنا نطور كمان طرق للقياس حساسة جدا ان احنا نقيس تركيزات قليلة جدا من المواد دي. الخطورة تصل لايه المدى؟ ان هي مثلا بقت موجودة في مواد في حاجات بنتعامل معاها اكتر، ولا لانه منسوب التلوث بيها بقى اكتر؟ سؤال ممتاز. الحاجة اللي بحب اوضحها دايما ان احنا لما نقول PFAS ده مش مركب واحد، دي عيلة كاملة من مركبات كيميائية تحتها تقريبا في أكتر من 10,000 مركب، لكن اللي بيجمعهم كلهم تحت العيلة ديت إن فيهم رابطة كيميائية بين الكربون والفلورين، ده اللي بيجي منها الPFAS الاسم بتاعها. دي في الكيمياء أو في الطبيعة بشكل عام اسمها يعني أقصر وأقوى رابطة كيميائية موجودة. عشان نتخيل قد إيه يعني المركبات دي قوية، كان أول استخدام ليها في أواخر الثلاثينات وأول الأربعينات في القرن الماضي، كانوا بيعملوا يعني أورينج كده أو سيلينج لقنابل نووية. فدي بيدي بس يعني إيه انطباع عن قد إيه هي قوية وما بتتفاعلش مع المية، وأويل ريبيلنت يعني برضو طاردة للزيوت. فده بيخلي إن من ناحية صناعية ليها أهمية كبيرة جداً. لكن بدأنا نكتشف بعد يعني عقود من الاستخدام بقى الغير سستينبل أو الغير آمن، إن الحاجات ديت زي ما هي قوية جاي منها اسمها اللي هو المركبات أبدية، يعني لو هي طلعت للطبيعة مش هتتكسر. نراجع أكتر إيه المواد اللي موجودة فيها the forever chemicals دول. معظم المنظفات أو كتير من المنظفات، كتير من الدهانات. بالظبط. الحاجات اللي يعني في يعني اساس وسجاد بيتم الترويج ليه مثلا ان هو ضد الاتساخ. ده ليه؟ علشان الطبقه اللي عليه ديت هي داخل فيها المركبات دي، الحلل الغير لاصقه، ده داخل فيها داخل فيها بالتصنيع نفسه الطبقه ديت فيها PFAS.
المركب يعني الالكترونيات اللي موجوده معانا داخل في تصنيعها نفس المركبات هي حوالينا في كل مكان. يعني هي لو موجوده في بيئه، في تربه، في ميه، فهي موجوده الى الابد، لا تتحلل، ولو دخلت في اجسامنا ما تروحش ابدا. بالظبط، يعني ان ما فيش اي حاجه بتكسرها. ده بيخلي التركيزات بتاعتها بتتراكم في الاعضاء المختلفه. يعني هي زي ما قلت انهم بسبب ان هم 10,000 مركب، فكل مركب بيكون ليه يعني نشاط مختلف، ليه تفاعل مختلف ممكن يعمله. فالتزايد في التركيز دوت لقوا ان هو بيسبب سرطانات، بيسبب امراض مختلفه مزمنه، ولسه يعني مشاكل في الكبد، يعني مشاكل في الكلى، مشاكل كتيره جدا. يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده يعني حرفيا ده عليه بادجت كبيره من هنا في الحكومه الامريكيه او في اوروبا، طلع عليه بادجت يعني ملايين الدولارات علشان نلاقي حلول للتعامل مع المشكله دي.